السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أعزائي الطلبة. درسنا لهذا اليوم بعنوان الخصائص السكانية لمادة الاجتماعيات لصف الأول إعدادي. لنتعرف معا على أهداف درسنا لهذا اليوم. هدفنا الأول، سنبرز الخصائص السكانية لدول مجلس التعاون. هدفنا الثاني، سنوضح إجراءات دول مجلس التعاون لتأهيل القوة العاملة ونهوض المرأة. أما هدفنا الثالث والأخير، سنقدر أهمية الموارد البشرية في التنمية. زيادة سكانية مرتفعة. تفوق الزيادة السكانية في دول المجلس الزيادة في معظم مناطق العالم. ازداد عدد السكان دول مجلس التعاون حوالي 3 مرات خلال 50 سنة الأخيرة. تعود الزيادة السكانية إلى ارتفاع نسبة الزيادة الطبيعية والتي تبلغ حوالي 20% من الولادات المرتفعة والوفيات المنخفضة. أهمية الهجرة الوافدة. مجتمع فتي. أدت الزيادة السكانية المرتفعة إلى ارتفاع نسبة الفتوة في المجتمع. حوالي 50% من السكان دون 15 سنة من العمر. نسبة المسنين 5%. نسبة المنتجين تقل عن 50%. نسبة النساء العاملات ما زالت ضعيفة. نسبة إعالة مرتفعة. تأهيل القوة العاملة. اعتبر تأهيل القوة العاملة رافد من روافد التنمية الشاملة. تزايدت نسبة المعيلين بإقامة المشاريع العمرانية والصناعية والتجارية. الاستعانة بالأيادي العاملة الوافدة. وتطوير التعليم وتحسين التدريب المهني. النهوض بالمرأة من حيث التعليم والتدريب المهني والمشاركة في الحياة الاقتصادية. لننتقل أعزائي الطلبة إلى السؤال الختامي لدرس هذا اليوم. اذكر الجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون لتأهيل القوة العاملة. أعزائي الطلبة، لديكم دقيقتان لحل هذا السؤال. أحسنتم أعزائي الطلبة، دعونا معا نتعرف على إجابة السؤال.
الإجابة الأولى: اعتبر تأهيل القوة العاملة غفد من غوافد التنمية البشرية. الإجابة الثانية: تزايد نسبة المعيلين بإقامة مشاريع عمرانية وصناعية وتجارية. الإجابة الثالثة: الاستعانة بالأيادي العاملة الوافدة. الإجابة الرابعة: تطوير التعليم وتحسين التدريب المهني. الإجابة الخامسة والأخيرة: النهوض بالمرأة من حيث التعليم والتدريب المهني والمشاركة في الحياة الاقتصادية. لننتقل أعزائي الطلبة إلى السؤال الثاني: أبرز أربع خصائص سكانية في دول مجلس التعاون. أيضاً لديكم دقيقتان لحل هذا السؤال. أحسنتم أعزائي الطلبة، دعونا معا نتعرف على الإجابة. الإجابة الأولى: فتوة سكانية مرتفعة. الإجابة الثانية: زيادة سكانية طبيعية عالية حيث الولادات مرتفعة والوفيات منخفضة. الإجابة الثالثة: نسبة النساء العاملات ما زالت ضعيفة. الإجابة الرابعة والأخيرة: نسبة إعالة مرتفعة. وإلى هنا أعزائي الطلبة انتهى درسنا لهذا اليوم، نراكم في درس جديد.